اليوم سيداتي وسادتي غادي ناخذوا دائما مع السيده علياء القاسمي اللي تشرفنا بها البارح في الحلقه البارح، ايضا سافرنا معها من خلال رحلتها مع الطبخ وايضا عبر العالم، فهي منفتحه على ثقافات مختلفه بحكم دراستها في امريكا، عملها في كوريا، زواجها من هندي، ايضا مغربيه جزائريه الى اخره. الجميل في الامر هي انها استثمرت تجربه الطبخ اللي ما كانش كتعرف له نهائيا في الديار الامريكيه وحولتها المشروع الان اللي واقف على رجليه. اذا بالتالي فهي معنا اليوم مرة أخرى ماشي اعتباطا لأنها خبيرة في المجال. علياء القاسمي صباح الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا مرحبا بك على موج الإذاعة الوطنية. أنا فرحانة رجعت اليوم حيت عندي واحد الشهيوات يعجبوكم اليوم. ياك وديجا البارح كانوا غزالين رائعين بساط سهلين وأيضا غادي يكونوا مغديين، يلا نكتشفوا معك اليوم. مرحبا تفضلي. اذا البارح كنا تنهضروا على الفواكه ودرنا سلطه بالتين ودرنا عصير بالتلاح، واليوم نكملوا في فواكه ولكن في الطبق الرئيسي وفي الديسير. مرحبا. اذا في الطبق الرئيسي انا من الفواكه الموجوده الان هو الخوخ، والحاجه اللي زوينه في المغرب اللي تتعجبني كثير هما دوك الطواجن اللي تيكونوا مالحين وحلوين بحال الطاجين ديال المشماش والبرقوق وداكشي، ولكن بغيت هذه المره فعاد ما نستعملوا الفواكه الجافه، نستعملوا الخوخ الطري. اذا انا اقرا لكم المقادير ديال الطاجين ديال الدجاج اللي تيتخضر بالحلو. هو غوسات عاديه اللي الناس كاملين تيعرفوا يديروها. عندنا كيلو ديال الدجاج، جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه والزبده. فاش ندير انا الطاجين الحلو تنستعمل الزيت النباتيه اللي حيت ما عندهاش مذاق لا بحال المذاق ديال زيت الزيتون، دونك تنخفف منها، ولكن يمكن لكم تستعملوا زيت الزيتون. نعم. تنديروا بصل مبشور، جوج بصلات مبشوره، جوج فصول ثوم مبشوره، جوج اعواد القرفه، ومن بعد تنديروا البهارات وهي 4 معالق الكركم الخرقوم، معلقه ديال الزنجبيل المطحون، والنهار اللي يكون عندكم شي مناسبه يمكن لكم ديروا الزعفران شعره. وبالطبع الملح والفلفل الاسود والقزبور. تنحطوا كامل ما تنقطعوش حتى نبغي لاصوص ديالي ما يكونش فيها دوك النقيطات كحل. نعم كندير واحد لو بوكي، واحد المجموعه تنعقدوها ياك بالخيط ندير مجموعه وبعد تنورهم مع العواد القرفه. اذا هذا الطاجين العادي ديال لاباز ديال الطاجين الحلو. نعم. دابا باش كيفاش تخضروه بالمشمش؟ باش نلعب بالخوخ اليوم، خليه مشمش نهار اخر ياك. ولكن يمكن لكم تستعملوا هذا ممكن في الحقيقه راه ممكن واحد يجتهد بلاصه الخوخ يدير مشماش اي مهم اي حاجه فعلا التفاح حتى هو تكون فاكهه اللي يمكنها ترطب في الطياب. ايه تفضلي. اذا انا ناخذ 4 ديال الخوخات وتقطعهم في الجناب باش يجيو دوك الطراف كبار وزوينين. فهمتي تقطعها في الجنب وتطورها وتقطعها في الجنب باش يجيوك 4 ديال لي مورسو كبار وزوينين. وفي مقله ديروا كاس كبير ديال لاصوص ديال الطاجين باش يكون فيه طيب، تحطوا باش يكون فيه المذاق ديال الدجاج والبهارات، تزيدوا عليه 4 معالق ديال العسل وشويه ديال القرفه مطحونه، وتخليوا ديك لاصوص تغلي باش تكراميليزا شويه، وتحط واحد 5 دقائق، وتحطوا الخوخ الغشاء ديالو زعما لابو ديالو الفوق. نعم. يعني يبقى الفوق باش يشرب ديك ال باش اللوب يشرب، وحيت لابو ديالو اللي قاسها العافيه تتغير اللون ديالها. تتولي شويه بنيه. وحنا بغيناها تبقى بداك اللون الزوين ديال الخوخه باش نذوقوا بها الطاجين من بعد. دونك تنحطوا هذا الخوخ اللوب هو اللي تيكون في لاصوص، وتنخليو هاد لي مورسو واحد 5 دقائق يطيبوا حتى يطلقوا شويه راسهم وتاخذوا داك لاصوص 5 إلى 10 دقائق، وتتزولوهم. واللي كانت لاصوص ديالكم مازال خفيفه شعلوا عليها العافيه وخليوها تكراميليزا واحد 5 دقائق بوحدها باش تقلط راسها. وصافي. وانا اللي كيعجبني في الاخر تزيد شويه ديال المظهر في ديك لاصوص. تجي من السما القرفه مع الزهر زعفران حار، يجي غزال هادشي.
وتنرجع عاوتاني الخوخات ديالي في لاصوص نسخنهم قبل من التقديم وتقدمهم فوق الطاجين. فوق الطاجين مع ديك لاصوص تجي رائعه في الحقيقه. تبارك الله عليك. المهم مغربيه بامتياز بالرغم من تحكي على العالم. تبارك الله عليك. لا بالعكس انا اللي فاش نسافر العالم وكنشوف اشياء جديده تنبغي نجيبهم بجوج. نبغي نماغي الطاجين ولا الاشياء الاخرى. انا جاتني هذه الفكره فاش مشيت لبالي حيت عندهم فواكه كثيره وعندهم بزاف ديال المانجا وعندهم في الهند بزاف ديال المانجا وكنت درت طاجين ديال الدجاج بالمانجا. روعه. وفاش رجعت هاد الصيف للمغرب وشفت الخوخ قلت اجي ندير لا غوسيت ودرت الطاجين ديال الدجاج بالخوخ. الله يعطيك الصحة. اليوم الناس كاع اللي غيدوقوا منه غيعجبهم ان شاء الله. اتير نمشيو للديسير قلتي لي ياك. ديسير هذا ديسير غيعجب الناس كثير حيت ساهل وبسيط وايكونوميك. غتاخذوا البنان غتقطعوه طريفات غتحطوه في البواطا حيت دابا حنا عندنا زيرو ميكا دونك ما تحطوش في ميكا حطوه في بواطا اللي يمكن لكم تشدوها من الفوق وحطوها في الفريزر في المثلج وخليو داك البنان يتلج ليله كامله. ليله كامله ما يكحلش. ما درنا له لا حامض لا والو والو ما يكحلش. تقسموه طريفات. خذوا شي بنانه اللي تكون طايبه. طيبه لا تكون طايبه علاش حيت فاش يطيب البنان المذاق السكري ديالو تيطلع. اذا من بعد اللي خديتو هذا البنان المثلج وحطيتو في الميكسور. الميكسور ماشي هذاك الطويل اللي كديرو فيه العصير هذاك اللي مدور كبير هذا كتحطو في الميكسور فاش كنطحنو داكشي اللي كيكون قاصح. اكزاكتومون كيكون كبير مدور وحيت فاش تشري هذيك الماشينه ديال الميكسور تيكونوا فيها جوج تيكون واحد مدور وتيكون واحد الكاس طويل. كاس طويل فيه العصير. لا دابا حنا اللي كنديرو فيه المسائل الجافه. اكزاكتومون هذاك المدور اللي حطيتو في هذاك البنان المجمد وطحنتوه 5 إلى 7 دقائق بحال السحر تيولي ايس كريم تيولي لا كلاس. لا كلاس لا كلاس بصح بحال مباشرة من الفريزر ياك الطحانة. في الاول يبدا يبان لك مكور وبشويه بشويه تيطلق واحد الماده اللي تتعطيه واحد الملمس بحال الايس كريم. جميل. ما تزيد ليه لا سكر لا والو هي تطحنه بحال هكاك. يمكن لك تقدمه في على الحين كايس كريم كغلاس ولا اللي بغيتي تفنن يمكن لك تقطع القرقاع وتزيدها فيه. يمكن لك تزيد الكوكو باودر لوز بيستاش لوز. يمكن لك تزيدوا طريفات الشكلاط. يمكن لك تزيدوا بودغ كاكاو في الاخر تحنوها معاها. اللي زوين هو انه ما فيه لا سكر لا والو يعني يكون صحي. كتاكل البنان بطريقه اخرى. عرفتي تضحكوا عليا انا ما تنحمق على الحلوى ولا كاطو ولكن يمكن ناكلها دائما. انا تنصايبو تنفطر به. روعه. بحال تفطر بلا كلاس كل نهار وتفرحان. ياك. وفي الحقيقه الناس اللي كيبغيو لي كلاس وهذا مع دابا وقت الصيف اللهم البنان هكا بهالطريقه غادي يكون صحي ما غاديش يضر الصحه. ما فيه لا ملونات لا منكهات لا اضافات كيماويه والو. البنان كلاسي مطحون وخلاص. كاينين الناس اللي عندهم مثلا انا عندي حساسيه الحليب لاكتوز لان ما نقدرش نشرب الحليب بزاف خاصو يكون طايب وقبل ما نقدر نشربه. الناس اللي عندهم لاكتوز انتوليرونس يمكن لهم يستعملوا هذه كم باز ديال لي كلاس. جميل. وهذه كي قلتي راه ممكن تطور في بزاف ديال الاتجاهات. هاد لا غوسيت دابا اللي عطيتينا مهمه جدا. تبارك الله عليك. وانا نزيدك النصيحه في هذه. فاش كنت في امريكا كانوا تيبيعوهم في لي باكيغ دي سوبر مارشي تياخذوا داك البنان هكاك طريفات مدورين وتيحطوه في الثلج ومن بعد تيغطسوه في الشوكولا وتيعاودوا يحطوه في الثلج. دونك تيجي بحال دي بوشي ديال لي بنان مغطوسين في الشوكولات. ويتكالوا هكذاك هادو يتكالوا بحال هكاك. حتى هما كنت نديرهم وتنخليهم في بواطه دائما في الفريزر فاش يجي عندك شي طفل ولا تيقول لك عطيني لا كلاس ولا شي حليوه تعطيه هذاك البنان كلاسي ولا كلاسي ما تتحش بالذنب. في الحقيقه غادي يكون زويون مهم جدا للاطفال اللي بغا ينتعش. ديسير كذلك يتقدم العائله في مناسبات اللي كيتجمعوا فيها الناس غادي يكون زوين. تبارك الله عليك. شكرا جزيلا علياء القاسمي. نرجعوا نتلاقاوك غدا في نفس الموعد ان شاء الله. ما شاء الله. ياك اذا خليها مفاجاه الغدا ان شاء الله. شكرا علياء.